مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في ضيف الظهيرة. تتواصل بمراكش فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، وتعكف هذه التظاهرة على مقاربة العديد من الإشكاليات التنموية، وفي صدارتها إيجاد حلول لإطلاق الإمكانات الكاملة للأنشطة الزراعية وللخصاص الموجود في البنيات التحتية الفلاحية وفي ضعف الابتكار وفي تطوير سلاسل القيمة الفلاحية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا موفدنا من مراكش أنوار لكحل. أنوار لكحل، أهلا بك. طبعا فعاليات هذا المؤتمر الإفريقي للاستثمار هي متواصلة، ماذا عن أهم المواضيع التي يعكف عليها المؤتمرون هناك في مراكش؟ أهم المواضيع التي تحدث عنها المتدخلون في جلستي هذا الصباح من اليوم الثاني من المنتدى الرابع لأيام السوق أو منتدى الاستثمارات الإفريقية تمركزت حول مسألة الأمن الغذائي وكيف يمكن للقارة الإفريقية أن تطعم نفسها وأن تطعم العالم بأسره. وهنا تم استحضار تجربة المغرب من خلال المكتب الشريف للفوسفات هذا الأخير الذي يحتوي على أكبر احتياط عالمي من هذه المادة الحيوية، وكذلك تم استحضار استثمارات المكتب في إفريقيا وكيف يمكنها أن تؤمن الغداء في القارة الإفريقية وكيف كذلك يمكنها أن تؤمن هذا الغداء لكافة العالم بأسره. كذلك جلستي هذا الصباح التي عرفت مداخلات من مختلف أنحاء العالم قدمها مختصون وخبراء وأساتذة في جامعات مرموقة كالدكتور عادل مالك من جامعة أوكسفورد الذي ركز في مداخلته على مسألة الأمن الطاقي. الأمن الطاقي هنا كذلك نستحضر تجربة محطة نور ورزازات لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة. هذا الاستحضار تم من خلال الفيديو الرسمي الذي تم بثه هذا الصباح من طرف البنك الإفريقي للتنمية. هذا الفيديو سلط الضوء بشكل جزئي على محطة نور ودورها الحيوي في تأمين طاقة كهربائية نظيفة متجددة. تم كذلك الحديث عن الصحراء اليوم كان والطاقة. هذا التركيز طبعا سنأتي إلى النقطة أيضا، لكن اليوم أنت ذكرت أنه هناك تركيز واضح على مسألة الأمن الغذائي، وذكرت أنت أيضا نموذجين مغربيين على الأقل فيما يتصل بالتجربة المطروحة الآن، وهو تجربة المكتب الشريف للفوسفات وأيضا تجربة المغرب في النهوض وعصرنة قطاعه الفلاحي، برنامج المغرب الأخضر والآن برنامج الجيل الأخضر. بالنسبة للمتدخلين الأفارقة الذين التقيتهم، أين تكمن أوجه الخصاص؟ هل في الأسمدة؟ هل في تأهيل الفلاحين؟ هل في الجوانب المرتبطة بالتقنية أم ماذا؟ الجميع هنا برويس يكاد يجمع على تجربة المغرب الملهمة، والكل يركز على الدور المحوري والحساس والهام للمكتب الشريف للفوسفات، والكل يطالب باستنساخ التجربة المغربية. لكن هناك إكراهات، هناك تحديات. أستحضر مرة أخرى مداخلة رئيس اتحاد جزر القمر بالأمس الذي قال، وهو في الآن ذاته رئيس الاتحاد الإفريقي، قال أن خطر الانقلاب وهو الذي يخلق حالة من الاستقرار السياسي في المنطقة يهدد بشكل كبير النمو الاقتصادي ويهدد بشكل كبير الاستثمارات في إفريقيا ويعرقل التعاون جنوب جنوب داخل القارة الإفريقية. القارة تتمتع بإمكانات واعدة ومهمة، لكن مسألة الأمن بصفة عامة تسبق الأمن الغذائي. نستحضر منطقة الساحل، منطقة غرب إفريقيا، انقلابات التي وقعت السنة الماضية
الدولية هي تنسف كل الاتفاقيات الإطار التي وقعت من أجل إطلاق وتحرير سلاسل القيمة. الجلسات التي هي تجري في مراكش هي تأتي في سياق أيضا عاش فيه المغرب أيضا فعاليات احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء، وهناك نموذج تنموي قوي جدا في الأقاليم الجنوبية للمغرب التي تريدها المملكة أن تكون منصة للمبادلات الإفريقية، وللقطاع الخاص طبعا دور استثماري مهم جدا في التنمية في هذه الأقاليم. ما الذي تقدمه أو يقدمه النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كما يتم تقديمه لفائدة إفريقيا؟ هنا دعني أسطر على مسألة مهمة جدا كذلك طرحت بالأمس. القنصليات التي تم فتحها بمدينتي الضخلة والعيون من طرف الدول الإفريقية التي تدعم ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية قامت بعمل رائع. مثلا قنصلية جزر القمر قامت بإعطاء منح للطلبة من جزر القمر جاءوا خصيصا لمدينة العيون من أجل التعلم في المكتب الوطني للتكوين المهني، قصد حمل تلك التجربة وتلك المهارات في مجال الصيد البحري، في مجال الطاقات المتجددة، في مجال البناء، في مجال الهندسة الميكانيكية، في مجال صناعة السيارات، من أجل استنساخ هذه المهارات، هذه المعارف، هذه المدارك وهذه التجربة لدولة جزر القمر وكذلك لمجموعة من الدول الإفريقية. إذن هؤلاء هم سفراء حقيقيون سيستنسخون التجربة المغربية في بلدانهم ويقرون بنجاحها وتفردها وتميزها داخل هذه القارة. هذا نموذج للتعاون على المستوى العلمي والتقني والأكاديمي والاقتصادي كذلك. شكرا لك أنوار لكحل موفد ميديان تيفي إلى مراكش على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه الفقرة والمزيد على موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.